نجح المدرب الجديد لأمل بوسعادة جيل الزهير من قيادة الأمل إلى العودة بنقطة ثمينة من تنقله إلى سكيكرا. صبنا اتفاق وتكلمنا على الأهداف. أنا كما يقول لك قبلت العرض تاع الرئيس وبعض المسؤولين اللي كانوا معاه، لأن الهدف الرئيسي هو البقاء وبناء نبنوا فريق محترم وفريق اللي راح تكون عنده كما يقول لك كلمته في هذا الموسم والموسم المقبل إن شاء الله. الشوط الأول لم يرقى إلى المستوى، أمل بوسعادة كان الأفضل تكتيكيًا ما صعب من مهمة أبناء سكيكرا، وحتى الفرص القليلة من جانب المحليين لم تستغل، اضطر التسرع على عناصر الشبيبة وعدم التركيز أمام المرمى لينتهي الشوط الأول دون أهداف. الشوط الثاني لم نشاهد فيه أيضًا الكثير مع تألق حارس الزوار طوال في هذه اللقطة، لما تمكن من تحويل سديدة كناش بعيدا عن الإطار. اللحظات الأخيرة من اللقاء جاءت مثيرة، طرد الحارس طوال وزميله قمراني، ثم توقف اللعب لفترة طويلة نتيجة المشاحنات بين اللاعبين. رغم ذلك، يعني رغم النقص العددي، الشبيبة لم تتمكن من استغلال النقص العددي للأمل، مع الإشارة إلى محاولة أحد المناصرين اقتحام أرضية الميدان لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.